تقدم العديد من الخدمات لذوي الهمم لإدماجهم كليات في المجتمع وللتسهيل عليهم في كل أمور حياتهم. يمكن مؤخرا في مجموعة من الخدمات هتقدم لذوي الهمم، منها بعض التيسيرات والتسهيلات لسهولة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية. لكن قبل ده الحقيقة وزارة التضامن ووزارة الداخلية قدموا خدمات لذوي الهمم، نحب ان احنا ننوه عليها في حلقتنا النهاردة. مديرية التضامن الاجتماعي بتسهل على ذوي الهمم استخراج كل الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان، وذلك اعتبارا من يوم الثالث من هذا الشهر وحتى نهايته. والخدمة بتقدم لذوي الهمم على مستوى جميع محافظات الجمهورية. أيضا وزارة الداخلية بتفتح مستشفياتها على مستوى محافظات الجمهورية لذوي الهمم للكشف المجاني، وذلك ابتداء من يوم 3/12 المقبل ولمدة أسبوع، وحيكون الكشف اعتبارا من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساء. ده للتنويه. أيضا في مجموعة من الخدمات بتقدم لهم للتيسير عليهم للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتهم. يسعدنا النهاردة أن احنا نتكلم تفصيليا حول ذوي الهمم وكل الخدمات المقدمة ليهم من خلال الدولة واهتمامها ودعمها لهم، من خلال وجود ضيفنا على الهواء الأستاذ رضا علي محمد، الموجه الإعاقة السمعية ولغة الإشارة للصم بمديرية التربية والتعليم، وعضو لجنة الدمج بالتعليم العام، ونائب رئيس لجنة ذوي الهمم بنادي الاتحاد. أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا. الحقيقة الموضوع مهم جدا، وخصوصا يعني في كتير من الخدمات هتقدم لذوي الهمم خلال فترة الانتخابات، وده تيسيرا لهم والتسهيل عليهم للمشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بصوتهم الانتخابي. يعني في البداية عايزة حضرتك تكلمنا عن اهتمام الدولة بذوي الهمم والدعم المقدم لهم في كل مجالات الحياة. الحقيقة أن بداية اهتمام الدولة بذوي الهمم بدأت من فترة طويلة، من حوالي سنة 1989. كانت أول مرة تنضم مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأفردوا مادة رقم 23 للاتفاقية دي لذوي الهمم اللي هم ذوي الإعاقة. بعد كده مصر زار اليوم العالمي لذوي الإعاقة اللي هو بدء يوم 3 ديسمبر من كل عام، وده كانت الأمم المتحدة هي اللي حددت اليوم ده عشان تبين احتياجات الأشخاص ان هم يشوفوا ذوي الهمم وعددهم في المجتمع اللي بقى كبير جدا، لان في العالم كله حوالي 8 مليار شخص، منهم 15% منهم من ذوي الهمم او ذوي الاعاقه، يعني حوالي 1,200,000,000، منهم 80% موجودين في الدول الناميه اللي تعتبر منها دول افريقيا، ومصر واحده منهم. عدد ذوي الهمم في مصر اللي هم ذوي الاعاقه حوالي 11 مليون من ال 100 مليون اللي موجودين. لما انضمت للاتفاقيه ديت بدات بعد كده الدوله بتاخد خطوات بعد كده علشان تمكنهم اكتر من الحياة السياسية والاقتصادية والاندماج في المجتمع. فبدأت بعد كده عملت القانون رقم 12 سنة 1996، حطت لهم باب بأكمله لذوي الهمم بعد ما كانت مادة واحدة علشان رعايتهم.
بعد كده تعدل بقانون 12 سنة 2008، بعد كده اتعمل قانون لذوي الهمم خاص بيهم اللي هو قانون 10 لسنة 2018. ده كان أهم التشريعات اللي صدرت وتخص ذوي الهمم. طب أهم ما جاء فيها القانون رقم 10 لسنة 2018 ده قانون عمل لذوي الهمم كل الحياة الاقتصادية والسياسية والتشريعات الخاصة، حتى التشريعات الجنائية الخاصة بيهم نظمها، عمل 58 مادة خاصة بيهم، من ضمنها مواد في التعليم، في السياسة، ممارسة الحياة النقابية بتاعتهم، الحياة الاجتماعية، التوظيف، الحصول على فرص في الإسكان، فرص في امتلاك سيارة، كل دوت نظمه القانون ده. جميل جدا. بعد كده الدولة بدأت عملت المجلس الاستشاري، المجلس القومي لذوي الإعاقة، ده كان سنة 2018 2019 دوت اللي بدأ بقى ان هو يهتم بكل ذوي الإعاقة في مصر. طبعا القانون رقم 10 دوت ما اهتمش بذوي الإعاقة بس، اهتم بذوي الإعاقة ومن يرعاهم، يعني ادهم مميزات مش موجودة كانت قبل كده. يعني كان ذوي الإعاقة بيهتم بيك كطفل أو كواحد في التعليم بس، في القانون رقم 10 دوت ادهم الحق ان هم من يرعى ذوي الإعاقة ليه مميزات، زي مثلا في الوظيفة ممكن انه بياخد ميزة انه بيتأخر ساعة عن العمل عشان بيرعى ذوي الإعاقة. لو من ضمن الحاجات برضو اللي اتعملت للتشريعات فيها انه القانون دوت كان من اهم القوانين اللي موجودة في مصر، ساعدت على ان ذوي الإعاقة يندمج في المجال التعليم. طبعا كوزارة التربية والتعليم عندنا يسر حاجات كتير جدا، اللي انشأ بعد كده قوانين خاصة بالتعليم للدمج التعليمي على مستوى مصر كلها. جميل جدا. ايضا يعني فتره الشهر الحالي واحنا بنحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم اللي بيوافق 3 من شهر ديسمبر، الحقيقه وزاره التضامن ووزاره الداخليه مشكورين، قدموا مجموعه من الخدمات لهم، منها فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية للكشف المجاني. يا ريت حضرتك تنوه عن هذه الخدمات. طب الخدمات دي بتبقى في الأعياد الخاصة بذوي الإعاقة، يعني برضو مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة عملت نفس الفتح دوت للمستشفيات بتاعتها في اليوم العالمي للعصا البيضاء، ده بالنسبة للمكوفين كان في شهر أكتوبر اللي فات. حاليا دلوقتي الشرطه عملت مستشفيات مفتوحه خلال فتره الاسبوع اللي هو من يوم 3 لاخر الاسبوع للكشف المجاني لكل ذوي الاعاقه، بالاضافه الى صرف الادويه الخاصه بيهم. والقوات المسلحه عاملاها كانت لمده شهر. الشباب والرياضه عمل حاجه تانية، عمل ان خلال 6 شهور اللي جايين دول كلهم من حق اي فرد من ذوي الاعاقه انه يشترك في الانديه اللي هي بتاعت الشباب والرياضه، كل انديه الشباب والرياضه اللي ممكن يشترك فيها لمده 6 شهور مجانا، اللي هي الانديه المراكز الشبابيه. ايوه. ودي طبعا خدمه كويسه جدا، لان معظم ذوي الهمم مشتركين اصلا في رياضات مختلفة واخدين جوائز وميداليات على مستوى العالم. وحاجة جميلة جدا ان تتاح لهم فرصة ممارسة رياضة بالمجان في مختلف مراكز الشباب. عايزة انتقل مع حضرتك لجزئية مهمة، وهي اهتمام الدولة بان ذوي الهمم يكون لهم دور ويكونوا مشاركين في الحياة السياسية خاصة في الانتخابات الرئاسية. الله. حضرتك كلمني عن التيسيرات والتسهيلات المقدمه لهم خصيصا للتسهيل عليهم في الادلاء بصوتهم. هم في بروتوكول بين الهيئه الوطنيه للانتخابات
والتضامن الاجتماعي، وزارة التضامن الاجتماعي، وفي وطبعا وزارة الداخلية، كل دول عملوا بروتوكول بأن يبقى في تيسيرات ليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم. يعني بالنسبة للكفيف هيلاقي في اللجان الانتخابية بطاقات مكتوبة بطريقة برايل، ودي بتسهل عليه إن هو يختار العضو المرشح اللي المرشح اللي هو عايز ينتخبه. بالنسبة للأصم بيبقى موجود في هناك لوحات إرشادية بلغة الإشارة بتسهل له عملية الاختيار. بالإضافة لكده كمان إن في الفيديو كول، ممكن إن هو يقدر إن يتواصل عن طريق التليفون، ويقدر يطلب يعني يطلب الخدمة، إنه يعرف إزاي يتواصل أو يوصل اللجنة بتاعته إزاي، أو إزاي يختار المرشح للرئاسة. بالنسبة للإعاقات الحركية وبقية الإعاقات التانية، معظم اللجان تبقى التيسير عليهم. بالإضافة لكده اللي هو بيحتاج موجود مرافق معاه، من حقه إن هو يخش بالمرافق في اللجنة الانتخابية. يعني في بعض الحالات بتكون عنده بتر في الإيدين، هيبقى صعب عليه جدا اللي هو يمسك القلم. في بعض الحالات بتكون على كرسي متحرك، ما بيقدرش ان هو برضو يوصل للجنة غير لازم بمرافق، من حقه ان هو يخش بالمرافق معاه داخل تمام اللجنة. تمام بالنسبة كمان للغير قادرين على النزول للذهاب اللجان للإدلاء بصوتهم، في زيارات منزلية هتبقى لبعض من الحالات المستعصي عليها النزول. هتبقى الحالات الصعبة جدا، ممكن الحالات الصعبة جدا اللي هي ما تقدرش انها توصل للمركز الانتخابي، لان الموضوع دوت حتى موجود كمان في الاوراق الثبوتية. لو في حد من ذوي الاعاقة عايز يعمل اي ورق من الاوراق اللي يثبت زي البطاقة او القيد العائلي او اي او شهادة ميلاد، ممكن عن طريق التليفون ان هو يملي كل بياناته للادارة اللي عايز منها الاوراق، والإدارة بعد كده بتبعت له الحاجات دي على البيت. تمام. يعني دور بقى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء اللي زي حضرتك في إن هم يدعموا أصحاب الهمم. طبعا دور مؤسسات المجتمع المدني بتعتبر دورها مهم جدا في الوضع ده، لان هي دي اقرب حاجه بتكون ليهم، خصوصا ان السن بتاع الانتخاب المناسب اللي هو من اول سن 18 سنه، ودول بيكونوا خرجوا من المرحله التعليميه معظمهم. في عندنا الانديه الرياضيه، دور العباده، المؤسسات الاجتماعيه، المؤسسات الخيريه. احنا كان في عندنا في نادي الاتحاد عملنا بروتوكول تعاون مع مؤسس جمعيه العروه الوثقى في الشاطبي، قدرنا بيها ان هي يعملوا لنا جلسات للاولاد اللي عندنا في التوعيه بالحاسب الالي والقراءه والكتابه. حاليا الجمعيه بتعمل برضو حاجه كويسه جدا، ان هي توعية بالأماكن الانتخابية، وأي حد من ذوي الإعاقة عايز يعرف المقر الانتخابي بتاعه أو يعرف الرقم في الكشف بتاعه أو أي شيء، بيروح للجمعية هناك وبيشوفوه له ويقدروا يتواصلوا معاه. وعملوا طبعا جلسات توعية بالموضوع دوت لأولياء الأمور بتوع الطلبة واللي هم ذوي الإعاقة، عشان يوعوهم لأهمية مشاركة دورهم في الانتخابات الرئاسية اللي جاية إن شاء الله. جميل جدا. الحقيقة في مبادرة رئاسية رائعة، هي مبادرة اتكلم إشارة لدعم أصحاب الهمم من الصم والبكم. هكلمني عن المبادرة دي وعن أهميتها في خطة الدولة لدمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل كامل. المبادرة ديت طبعا بدأت من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، علشان تمكين الصم وضعاف السمع من انهم يتواصل معاهم اي شخص، ان يقدر يعرف هو محتاج ايه او ابسط البيانات عنده اللي هو محتاجها ومتطلباته. وتبناها طبعا السيد وزير التربية والتعليم، وبدأت تتعمل بانرات وتوزعت على جميع المحافظات لجميع مديريات التربية والتعليم. ديت فيها 24 إشارة،
ال 24 إشارة دول عبارة عن الإشارات الأساسية للاحتياجات اللي ممكن يطلبها الأصم، الاسم، الأب، الأم، الحاجات اللي هي أو المكان، البيت، الإشارات البسيطة الأولية. لما اتعملت البانرات ديت وجات لنا في اسكندرية، عملنا بيها مذكرة، والسيد الدكتور عربي أبو زيد وزير وكيل وزارة التربية والتعليم في اسكندرية وافق على إنها يتم تعميمها على مؤسسات المجتمع المدني. يعني بدأنا إن احنا ندي للمؤسسات الاجتماعية بانرات عشان تبقى تساعدهم في الفهم دي، وعملنا تدريب على لغة الإشارة في بعض المؤسسات، زي مثلا البريد المصري في برج العرب، الهيئة العامة للبريد في برج العرب، اتعمل لها في المبادرة ديت تدريب لعدد 20 شخص من الهيئة اللي عاملين في البريد. اتوزعت بقى على الأندية الرياضية، اتوزعت على الجمعيات الخيرية، اتوزعت حاليا دلوقتي عايزين نوزعها برضو، نودي لمكتبة اسكندرية، نودي الأماكن الحيوية اللي بيتردد عليها أي حد من اللي هم الصم وضعاف السمع. بالإضافة طبعا إن في عاملين جلسات توعية تانية داخل الأندية على لغة الإشارة. يعني إحنا في نادي الاتحاد مثلا عاملين مبادرة اللي هي اتكلم إشارة، هنعمل دورة للغة الإشارة إن شاء الله قريبا. تمام. بالإضافة لكده الصم لهم نشرة للأخبار بتبقى دايما بلغة الإشارة عشان يقدر يتواصل معاه. وكنا عاملين زمان برضو إن ترجمة الإشارة في خطب الجمعة، ودي كانت في مسجد القائد إبراهيم من فترة. الحقيقة كانت في سابقة من نوعها، كقناة اسكندرية كانت أول قناة أستاذة هاني تلفزيونية تقدم برنامج خاص حديث الأصالة. بالصم والبكم، وهو برنامج حديث الأصابع للزميلة هالة محفوظ. عايزة أتكلم حضرتك بقى عن دور لجنة الدمج بمديرية التربية والتعليم. دور لجنة الدمج في مديرية التربية والتعليم دي لجنة بتتشكل حسب قرار وزاري 252 لسنة 2018. اللجنة دي بتقوم بمقابلة أولياء الأمور والطلبة اللي بيرغبوا للدمج داخل التعليم. اللجنة دي بتتشكل من شهر 6 لحد شهر 11، لحد يوم 30/11 آخر يوم ليها. اللجنة دي المفروض بتعقد في مديرية التربية والتعليم، ولي الأمر اللي هو بيجيب الاختبار بتاعه بتاع الذكاء، والاختبار بتاع والكشف الطبي الخاص بيه، والبيانات الخاصة بالمدرسة والأوراق المطلوبة، وبيتوجه للمديرية. طبعا المديرية كانت برضو في سبق ليها إنها عملت حاجة غير كده خالص، عملت إن اللجان تنتقل لولي الأمر أفضل، ان في حالات بتبقى ما تقدرش انها تيجي وما تقدرش انها تطلع عندنا، فبقت اللجان بتروح لكل اداره تعليميه. احنا عندنا 9 ادارات تعليميه على مستوى اسكندريه، كل يوم بتروح اداره شكل، كل اداره بتروحها بتبقى بتقابل اولياء الامور اللي فيها، وتقابل الطالب وتشوف الطالب هل بيستحق الدمج او ما يستحقش، واذا كان ممكن توجيهه الى مدارس اخرى بيتم توجيهه. لان في طلاب بيكون اعاقات متعدده، بيكون في اكتر من اعاقه، الطالب الاكتر من الاعاقه ما بينفعش يخش في التعليم العام عندنا، فليهم مدارس خاصه بيهم، فيها مدرسه واحده في اسكندريه على مستوى اسكندريه كلها، ويعتبر رقم 10 على مستوى مصر، دي موجوده في اداره المنتزه، دي لمتعدد الاعاقه. تمام. طيب بالنسبة للجنة الإعاقة بمديرية التربية والتعليم أيضا دورها إيه مع ذوي الحمى؟ لجنة الإعاقة في وزارة التربية والتعليم بتدعمهم، لأن دلوقتي معظم الأنشطة اللي بيقوموا بيها على مستوى الإدارات كلها بتشرف عليها اللجان بتاعة وزارة التربية والتعليم، سواء في لجنة الدمج أو الموجهين اللي موجودين في لجنة الدمج. إحنا معظم ذوي الهمم بيهتموا أكتر بالأنشطة، سواء الفنية الرياضية بالإضافة للتعليم. فالأنشطة دي كلها بتنظم عن طريق اللجان اللي موجودة في المديرية. يعني إحنا بيجي لنا كل سنة نشرة خاصة بالأنشطة الخاصة بيهم على مستوى السكرتيرية كلها.
بيبتدي تنظيم الفعاليات عن طريق اللجنة بتاعتنا، وبتبدأ بعد كده هو الطلاب اللي موجودين في المدارس بنشرف عليهم، سواء بقى تعليميا اذا كانوا اخذوا حقهم من التعليم او هم اخذوا الخدمه المناسبه ليهم بعد دمجهم ولا لا، بالاضافه الى اشتراكهم طبعا في الانشطه اللي هي بتبقى جايه عندنا من المديريه. تمام. بالنسبه لكارنيه الخدمات المتكامله اللي بيقدم لذوي المهمه، حكى لنا عنه، وشو تستخرجوا ايه؟ الكارنيه الخدمات المتكاملة هو المفروض بيتم التقدم ليه عن طريق النت، بيتم عمل تحديد ميعاد في وزارة التضامن الاجتماعي، وبيتم عمل كشف طبي، وبيتقدم بالأوراق بتاعته لهناك. بس الوزارة عندنا عملت مبادرة جديدة إن هي يتم استخراج الكارنيهات لجميع الطلاب والعاملين من ذوي الهمم. فأخذوا إحصاء بكل الطلاب الموجودين على مستوى اسكندريه في الدمج او في التربيه الخاصه، بالاضافه ان هم اخذوا احصاء بعدد العاملين الموجودين في مدارس ووزاره التربيه والتعليم عشان يقدروا يعملوا لهم كارنيه ذوي الهمم. بالنسبه عندنا بقى في النادي، طبعا احنا في من ضمن اللجنه بتاعتنا في استاذه وفاء رئيسه اللجنه، استاذه احلام المقرره بتاعت اللجنه، استاذه احلام بتقوم بعمل كارنيه الخدمات المتكامله لاي عضو او غير عضو موجود من ذوي الهمم موجود في النادي. يعني اي حد عايز يتقدم لاستخراج كارنيه حتى لو مش من اعضاء النادي بيجي وبنعمله. احنا كنا عاملين هناك نظام ان يتقدم للنادي بالاوراق بتاعته او يسجل، ويبتدي بعد كده هو نعمل له الكارنيه اللي هو عايزه ده. وطبعا اتعمل حاليا دلوقتي اتعمل لكل الناس اللي موجوده عندنا، يعني مفيش حتى قائمه انتظار لحد ان هو فاضل له. جميل كمان ان يكون ليكوا دور في استخراج هذا الكارنيه. احنا بنيسر عليهم ان هم بيسجلوا اسمائهم، واي حد بيكون بنعمل لهم وقت معين ان هم نجمع فيه الاعداد كلها ويبتدي يتعمل لهم الكارنيه، بحيث ان هم نيسر عليهم ان هم يروحوا مديريه وزاره التضامن الاجتماعي او يرجع تاني كل شويه، او يروح اللجنه وياخد ميعاد وبعد كده هو ما يلحقش. جميل جدا. زي ما بنتكلم عن ذوي الهمم، عايزين نتكلم شويه عن اولياء امورهم اللي بيبقوا مسؤولين عنهم ويمكن بيبقوا ملازمين لهم في اغلب الوقت. حضرتك يعني من منطلق خبرتك وتعاملك، ايه النصايح اللي تقولها لهم، وخصوصا علشان يبقوا حريصين ان هم يصطحبوهم للجان الانتخابات للادلاء بصوتهم والمشاركه السياسيه؟ طبعا المشاركه السياسيه مهمه جدا بالنسبه لولي الامر وبالنسبه للطالب. هو نفسه لما هيبتدي يروح للجنه الانتخابيه ولي الامر هياخد معاه ابنه او هياخد معاه اخوه او هياخد معاه والده، وهيوصل للجنه هناك هيشد من اذنه، عايز يحسسه بان الحياه السياسيه اللي هو رايح يعملها ديت، او اللي هو المشاركه اللي رايح يعملها ديت، واجب عليه زي بالظبط ما هو واجب على والده. ونقول ان اولياء الامور يعني بنطالبهم برضو ان هم ينموا الوعي اكتر عند ذوي الهمم، لان في ناس منهم من ذوي الهمم ممكن ما يكونش عارف كل حقوقه السياسيه، ان انا من حقك الانتخابي ومن حقك المشاركه في النقابات، من حق كل ده. لا، ولي الامر عليه دور، عليه دور زي ما هو عليه دور في المؤسسه او في الاثنين مع بعض. ده مهم جدا طبعا. طيب برضو بالنسبه لذوي الهمم، ويمكن احنا بنفاجئ ان بيخرج منهم مواهب وهوايات رائعة، ويعني بيقدموا كده للمجتمع نماذج ننبهر بيها في الرياضة في الفن. هل في دور لمديرية التربية والتعليم لتبني المواهب الخاصة بذوي الهمم؟ أكيد طبعا، لأن احنا دلوقتي عندنا حاجة اسمها مسابقات إقليمية، مسابقات على مستوى الجمهورية، مسابقات عالمية. حاليا دلوقتي احنا شغالين في المسابقات الإقليمية،
المسابقات الإقليمية اللي موجودة حاليا دلوقتي على مستوى محافظة إسكندرية والبحيرة ومطروح، دي عبارة عن مسابقات في الغنى، الرسم، الموسيقى، في كافة الأنشطة اللي ممكن يشترك فيها. طبعا الحمد لله ان اسكندريه اخذت مركز اول في معظم المسابقات دي جميل جدا. على مستوى الاقليمي، وصعدوا الى الجمهوري. طبعا احنا ما ننساش ان في ناس كتير جدا من ذوي الهمم بيبقوا عباقره وممتازين جدا، احنا عندنا دكاتره من ذوي الهمم، ما شاء الله. وفي عندنا ناس مبدعين وعندهم حس فني جميل جدا. طب ازاي الاهل يكتشفوا موهبة ذوي الهمم، خصوصا ان ممكن الاعاقة ما تخليهوش يقدر يعبر عن اللي جواه واللي حاسس بيه واللي هو عايزه؟ هو يشرك ابنه في الأنشطة، فالأنشطة هي اللي هتبين اللي موجود جوه منه ايه، هل عنده نشاط فني، هل عنده نشاط موسيقي. احنا عندنا في فرق تمثيل من ذوي الهمم، تمام، عندنا كان في لسه عاملين عرض في مكتبة اسكندرية في القاعة الكبيرة، كانت القايمة بيه وزارة التربية والتعليم في الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية، وعملت مجموعة عروض ممتازة جدا واخدة عليها، كانت مراكز أولى. جميل. ده من ذوي الهمم نفسهم. غير كده هنروح بعيد ليه، احنا عندنا من ذوي الهمم مطربين زي السيد درويش، السيد طبعا. مكاوي، قصدي السيد مكاوي، سيد السيد مكاوي. مكاوي، عمار وعمار الشريعي، الشريعي. طه حسين، كل دول كان عندهم إعاقة منعتهمش الإعاقة إن هما يكملوا ويوصلوا لمرحلة اللي هما فيها. مظبوط. فدعم الأهل هما اللي بيوصلوا ذوي الهمم إلى المرحلة العالمية. بالتأكيد نظرة المجتمع لذوي الهمم ونظرة الأهل ذاتهم لذوي الهمم اختلفت لما لقت الدولة بتدعمهم وبتقدم لهم كل هذا الاهتمام. بالتأكيد كان ليه تأثير على نفسية ومعنوية أصحاب الهمم، أكيد يعني كان ليه تأثير إيجابي. أكيد طبعا. من الفترة اللي قبل القانون 10 كانت ذوي الهمم يمكن مش ظاهرين قوي في الشكل العام في مصر يعني. من بعد ما ظهر القانون بدأ بعد كده هو يظهروا بشكل أفضل. في إيه؟ بدأ منهم إن هو يوصل صوتهم للرئاسة، ولما وصل صوتهم للرئاسة في مناهج ظهرت وتغيرت. يعني مثلا لما طلبوا احترام الاخر ومنع التنمر ظهرت ماده القيم والاخلاق. لو حضرتك فتحت الكتب بتاعه التربيه والتعليم هتلاقي فيه من ضمن الدروس بعض من ذوي الهمم اللي موجود على كرسي او اللي موجود حاجه عشان يخليه يتقبله في المدرسه ويتقبله في الدراسه، ما يكونش بعيد عنه وما يكونش الشخصية غريبة عنه. هم لازم نجزم ان هم موجودين معانا، وهم دول لهم نفس جزء الحقوق. لمسوا الحقوق، الدستور كفل لهم نفس الحقوق، نفس طيب الحقوق. هل اهتمام الدولة بذوي الهمم ده غير من نظرة المجتمع لهم؟ طبعا دلوقتي النظرة اليوم اختلفت جدا. نظرة المجتمع دلوقتي اللي شافت ان ذوي الهمم ده شخص عادي مثله مثل اي شخص في مصر، يعني ما يكون مش ما فيش اعاقه عنده. ما اقدرش اقول، مش عايز اقول ذوي الاعاقه، لا، عايزينه ذوي القدرات الخاصه، وده المسمى الافضل. ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة هو ذوي الحقيقة. الهمم دوت اللفظ ده اللي اطلقته الامارات، دوت نائب حكم دبي اطلقه سنه 2017، لفظ غير مفهوم ذوي الإعاقة إلى ذوي الهمم، والأفضل كمان لو ذوي القدرات الخاصة. ذوي القدرات الخاصة. سعيدة بلقائي بحضرتك، وسعيد أكتر إن إحنا اتكلمنا عن موضوع مهم زي ده ونوهنا عن الخدمات المقدمة لذوي القدرات الخاصة لدمجهم في المجتمع ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية. كل الشكر للأستاذ رضا علي محمد، الموجه
الخاص بالإعاقة السمعية ولغة الإشارة للصم بمديرية التربية والتعليم، وعضو لجنة الدمج بالتعليم العام، ونائب رئيس لجنة ذوي الهمم بنادي الاتحاد. شكرا جزيلا على وجودك معنا في حلقة شكرا النهاردة. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، احنا بكده بنكون وصلنا لنهاية حديث هذا المساء. سعدنا بمتابعة حضراتكم لينا، أقدم لكم أرق تحياتي وأرق تحيات فريق العمل بالبرنامج. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.